مرحبا واهلا وسهلا فيكم، معكم امام ريس اتش اس كريتيف ديزاين سيرفيسز. درسنا اليوم خفيف لطيف كتير، رح نتعلم فيه كيف نحول الصوره، او رح نقول كيف نحول صوره البي ان جي او الجي بي جي، سواء كانت اللوجو او كانت لرسم معين، او حابين انتم عنا اياه موجود بصيغه بي ان جي او بصيغه جي بي جي، وبدنا نستورده على برنامج الستريتر ونحوله لفيكتور. كيف فينا نحوله لفيكتور ببرنامج الستريتر؟ خلينا نشوف مع بعض. مثل ما لكم شايفين، هي الصورة هي عبارة عن بي ان جي او جي بي جي، مثل ما لكم شايفين، نظام الراستر، نظام البيكسل المكسلي. نحن هذا اللوجو نحن محتاجينه لنحوله لفيكتور، محتاجينه لنستخدمه بطباعات ومطبوعات، لانه مثلا من نطبع على هاي الطباعة بتطلع ضعيفة، وبالتالي نحن جبناه على برنامج الستريتر. نحن كيف فينا نحوله هما مريس لفيكتور؟ الموضوع بسيط كتير. اول شيء بناخذ نسخه ثانيه، بنضغط على الالت، بحط نسخه ثانيه هون بس مشان ناخذ الالوان نفسها. بعدين بنجي على الصوره نفسها، مثل ما بتلاحظوا في عندكم انه فوق شيء اسمه ايمج تريس. ايمج تريس جنبه في سهم، بنضغط عليه عم يعطينا كتير شغلات. يعطينا ديفولت ايمج تريس، يعني يعمل تريس للصوره بشكل، يعني يحولها لنظام نقطي بشكل طبيعي. اعطينا هاي فوتو، هاي فيديتلي فوتو يعني دقة عالية، لو فيديتلي فوتو يعني دقة منخفضة. 3 كلر، انه يعطيني بالصورة 3 كلر، 6 كلر، 16 كلر، شيدز اوف جراي، بلانك اند وايت لوجو، سكتش ارتس، سكتش لاينز، تكنيكال دروينج. خلينا نجربهم كلهم. احنا حنبلش، انا بس ببلش بال، اذا اعطيناه بالديفولت حنشوف شو يعطينا. لاحظوا شو اعطانا الديفولت، هو الذكاء الصنعي تبع البرنامج لقطه هيك دغري وسوانا اياه هيك بهذا الشكل. لكن لاحظوا في عنا مشاكل كتير، ونحذف كتير شيء من اللوجو ما له موجود، وبالتالي نحن ما بدنا اياه ديفولت. طيب اوكي، نحن شو فينا نختار؟ خلينا نشوف الميزات الثانية. اذا اعطيناه هاي كواليتي، لاحظوا عملنا اياه هو هيك، لكن ضرب لنا شوي بالصور. لاحظوا هون الار كمان صارت في عنا مشكلة فيها، وبالتالي صف علينا تعديل كتير. طيب نحن خلينا ما ناخذها هيك، نرجع كنترول زد. خلينا نجي على شيء اسمه، اذا حطيناه 3 كلر بيختار هو 3 الوان. لاحظوا روح الاصفر، روح لنا البرتقالي من الموضوع. 6 الوان كمان نفس الشيء، 6 الوان، لكن في عندنا مشاكل بالصوره. طيب خلينا نجي على بلانك اند وايت، بيعملوا ابيض واسود بس ما استفدنا منه شيء، كمان نفس الشيء. بنجي على شيء اسمه سكتش ارت. سكتش ارت لاحظوا اقرب شيء اعطانا اياه سكتش ارت من ناحيه نظافه الاحرف. نظافه الاحرف اوكي، هاي الار فيها مشكله، نحن ما قدرنا نعلم نعدل عليها بعدين، لكن لاحظوا انخفت تماما هي اللي عندنا هالقصه. لكن من ناحيه نظافه الاحرف على السكتش ارت اعطانا افضل نتيجه. في شيء اسمه كمان عندنا سينويتوس، لنشوف شو بيعطينا. لاحظوا اعطانا نتيجه كمان كثير حلوه، لكن البي الموجودة فوق كمان راحت، أعطانا نتيجة جدا حلوة لكن حذف بعض الملامح عنا فقط هاي هون، وروح الفراغات الموجودة بالبي والآر والآر. طيب خلينا نشوف الخيار الأخير لنتعرف مع بعض. لا عفوا، هذا مو الخيار الأخير، الخيار الأخير تكنيكال دروينج، هذا نحن بنستخدمه موضوع الكات، نعمل عليه درس بعدين. عمليا او زمان شو نحن فينا نساوي؟ عنا يا اما نختار الشكل هاد ونرسم نحن هذيك الرسمات كونه البرجر طالع نظامي، او بدنا ناخذ هذا الشكل ونضيف نحن القصص الثانيه الموجوده فوق. طبعا هذا الشكل او هذا الشكل اثنيناتهم فينا نحن نشتغل عليهم، ما في مشكلة، فينا نشتغل. رح نشتغل على هذا الشكل هلا مبدئيا، هنشتغل على الشكل اللي فيه الأحرفية تكون أزبط مشان السرعة، أحيانا نصمم بيلزموا سرعة بالموضوع. أوكي أخذنا هيك ونعطيه expand، هلا صار عنا الأحرف فوق. طيب هلا شو بدنا نعمل هما مريس؟ رح ناخذ نحن نفس الرسمة ونحطها فوق تماما. حطينا نفس الرسمة فوق، لأن أنا عمليا حطيتها تحتها، لكن أنا بدي أرجع أحطها فوق مشان نعمل تناسق بالشغل مثل ما لكم شايفين. خليني بلش الأول شيء هون،
بناخذ نحن أداة البين تول وبناخذ الفاضي. خلينا ناخذ أداة البين تول ونرسم هذا الشكل. خلينا بس أول شيء ناخذ الفاضي عشان نشوف نحن الشكل اللي عم يجي معنا. البين تول مثل ما علمتكم بدروس سابقة، نسحب بهذا الشكل مثل ما لكم شايفين، وهلأ فينا نكملها نحن بهذا الشكل هي لحالة، الذكاء بياخدها طبعا لحالة. وبعدين هون في عنا نحن هذا الشكل، خلينا نحن نقوسه بهذا الشكل، خلينا نحن نعمله هيك، خلينا نعمله هيك، لأنه هون في عنا مثل ما لكم شايفين عنا شيء شبيه بالدائرة أو زاوية مانا قائمة أو مانا محددة. اوكي في عنا شوية تظبيط، هلا ممكن يكون هون هذا احنا اخذينه مانو مظبوط بشكل جيد، عملناه بهذا الشكل فورا من اداة لهي القطارة مثل ما بتشوفوا اعطيناه اصفر بالمكان تبعهم تماما. بنشيل التعيين عنه لنرسم الشيء الموجود جواته. اوكي الشيء الموجود جواته هو عبارة كمان بالبين تول، البين تول دائما لازم تختاروا انتو الباس مشان تقدروا تشوفوا. خلينا نشوف البين تول كيف جاي، خلينا نرجع شوي لورا، جاي بهذا الشكل هيك، وكمان في عنا هون تدويرة بسيطة، بالتدوير البسيطة نحن في عنا نقدر ممكن نربطها هيك دغري، نربطها بهالشكل هيك دغري فورا. وبنجي هلا بعدين بنكبس حرف الأ من الكيبورد أو بناخذ هاي الأداة لنحاول نظبط إذا كان في مشاكل هون موجودة. نجي على نفس الترتيب، خلينا ناخذ هون عنا هيك مثل ما لكم شايفين عنا هذا الانحناء الكبير الكيرف تبعه، وهون كمان عنا نفس الترتيب ناخذ كمان الكيبورد. علمتكم طبعا درس البين تول موجود شارح عليه انا بدرس فيكم تشوفوه موجود بالقناة. اوكي رسمناهم لهدول الشكلين الثانيات. هلا الشقفة الفوقانية هي نفس الشقفة التحتانية، والشقفة هاي هي نفسها الشقفة هاي، لذلك نحن شو بنعمل؟ ناخذ بنحدد على هدول التنتين وبنعطيهم هنا باللون الابيض ذاتها، بعدين بننسخ. خلينا ناخذ الاصفر اللي اخذناه طبقة الاصفر، هي طبقة الاصفر مع هاي، نسحبهم نكبس على الت ونسحبهم لتحت مثل ما لكم شايفين. اوكي فتلناهم هيك، خلينا بقى نسنطرهم مثل ما كانوا موجودين بشكل نظامي يكونوا ان جايين بهذا الشكل، بس بدهم تنزيل شوي لتحت يمكن، لا بدهم حرف شوي بسيط. اوكي خلينا احنا نظبطها بايدنا، ناخذ الاداة هاي مع الاداة وخلينا ننزلها نحن لتحت. اوكي نسنطرها هيك بشكل مستقيم بهذا الشكل، هون حنشوف وين صارت الرسمة. اوكي هون بظن نكبس هاي هون، خلينا نشوف لوين رايحة معنا لهون. طيب اوكي خلينا بس نشيلها هيك حتى نسنطر الابيض، الابيض طلع معنا مسنطر لانه انا توقعته يكون نفسه، هنسحبها بهذا الشكل هيك. اوكي هلا مثل ما انا شايفين فينا نشيل طبقة البرجر التحتانية، بنشوف ان اللوجو عنا عم يصير تمام. اوكي ضل في عنا شوية شغلات بسيطة اللي هي البرجر مثل ما لكم شايفين هي ازرق لازم تكون، حددناها بناخدها من اللون التحتاني، طبعا ما اخذ اللون، فينا نقرب اكتر وناخذ اللون الغامق تبعه.
اخذنا لون البرجر، خلينا نشوي له هاي هيك. ضل عنا اللون. طبعا هون في شغله نسيناها اللي هي هاي، اللي هي هاي. هلا نحن مثل ما لكم شايفين، نحن هاي الدائره الموجوده اللي رسمنا اياها هو جواتها انطلس، في شيء جواتها انطلس. نحن اول شيء رح ناخذ اللون الاحمر تبعه. هذا الشيء اللي انطلس هو حرف الار، نحن فينا نكتبه بايدنا. بناخذ طبعا اذا كنا نتقيد بنفس الشكل الار اللي حاطينه، اذا كنا نعمل اللوجو تماما تماما، فبنرسم ناخذ حرف الار وبندور على التنسيق نفسه. اما اذا كنا بناخذ الار ريجستر، يعني هي اللي بتنحط بكل اللوجيات بشكل عام، فرح اعلمكم سر كيف نعمله. مثل ما انا شايفين هلا نزلنا التكست من الكيبورد على مفتاح الالت وبنكتب 0174 ومشي لايدنا. مثل ما لكم شايفين طلعت معنا علامة الريجستر. خلينا نحن نعمل اكسباند ونكبرها بهذا الشكل. فينا نحطها نحن محل هون، نعملها كلها باللون الاحمر. طبعا مثل ما قلت لكم نحن فينا نعمل الحرف الطريقة الثانية، مثل ما قلت لكم فينا نحن ندور على الحرف ونحطه. لكن احنا هلا بشكل سريع، احيانا بتلزمكم هي المعلومة لا تنسوها، بتلزمكم بشكل دائم. هلا اذا شلنا هيك خلينا نشوف كيف شو صار معنا. صار عنا هيك، ضل عنا نقطة أخيرة واللي هي الكاركتر أو الأحرف تبع البرجر كينج، لازم يكونوا باللون الأحمر. اوكي هلا هيك صار في عنا مثل ما لكم شايفين. خلينا بس ناخذ هاي نعملها لون ابيض الباك جراوند مشان يصير في نشوف نلاحظ الفرق مثل ما انا شايفين. اوكي هلا صار في عنا نعملها جروب، نشوف هلا هاي عنا اللوجو اللي سويناه، وهي عنا اللوجو عفوا لوح ال حرف الار ما اخذناه، خلينا ناخده لمحل اللوجو الاساسي. وهي راح نشيل خلينا نحطهم هلا هيك جنب بعضهم. هلا صار عندنا هذا الصورة وهي الفيكتور مثل ما لكم شايفين وملاحظين. الفيكتور صار هون بجهة اليمين، شايفين الفيكتور قد ما كبرنا، اذا كبرنا قد البناية بنقدر نكبر الفيكتور ونستخدمه بكل الطباعات او باي شيء تاني. هون عنا الصورة هي البيكسل. وهيك بهالخطوات البسيطة بنكون نحن رسمنا الفيكتور. طبعا هون حرف الار بس بده رفع شوي لفوق. وهيك مثل ما لكم شايفين الفيكتور صار عنا جاهز. هاي الفيكتور جاهز عنا للطباعة او لشغل التصاميم تبع اللي بتخص الطباعة او غير ذلك. هاي عنا النظام الراستر او هاي الصورة اللي اخذناها سواء كانت لوجو او صورة. بتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات الموجودة بالدرس، واذا في عندكم اي تساؤل او حابين تطلبوا اي درس تعليمي بخص اي برنامج من برامج الجرافيك، يا ريت تكتبوا لي هون بالتعليقات. وما ننسى انه نشترك بالقناة، اللي ما له مشترك بالقناة ما ننسى انه نشترك بالقناة ونفعل الجرس ليوصلكم كل الاشعارات الجديدة الخاصة ببرامج الجرافيك. كان معكم همام ريس، كونوا بألف خير.